السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لايك عشان يوصل لكم الجديد، والآن وفيكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 1 يوليو 2022. ونبدأ سعر الحديد اليوم، نعرض لكم شرح أسعار الحديد الآن بالتفصيل بعد القرارات التي أثرت على سعر الحديد في مصر وأيضا معظم أسعار مواد البناء، كما أن توقعات أسعار حديد التسليح الشهر القادم غير مستقرة، ربما يحدث انخفاض أو ارتفاع. ويختلف سعر الحديد في مصر اليوم باختلاف اسم الشركة المنتجة وجودة إنتاج الشركة لحديد التسليح، وهذه الأسعار تسليم أرض المصنع وترتفع من 200 إلى 400 جنيه مصري عند التجار والموزعين. ونبدأ سعر حديد عزة الدخيلة 19400 جنيه، سعر حديد المصريين 19270 جنيه، سعر حديد بشاي 19400 جنيه، سعر حديد العتال 19200 جنيه، سعر حديد عطية 19100 جنيه، سعر حديد سرحان 19100 جنيه، سعر حديد المراكب 19100 جنيه، سعر حديد الكوم 19000 جنيه، سعر حديد المعادي 19000 جنيه، سعر حديد العشري 19000 جنيه، سعر حديد استيل 19000 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت فهو كالتالي: أسعار أسمنت البورتلندي العادي، سعر أسمنت المسلح 1390 ل 1395، سعر أسمنت النصر 1390 ل 1400، سعر أسمنت الممتاز 1410 ل 1415، سعر أسمنت الصعيد 750 جنيه، سعر أسمنت وادي النيل المصري 1370 جنيه، سعر أسمنت المخصوص 1375 ل 1380، سعر أسمنت العسكري 1275، سعر أسمنت السويس 1420، سعر أسمنت حلوان 1390، سعر أسمنت مصر بني سويف 1230، سعر أسمنت السويدي 1400 جنيه، سعر أسمنت قنا المسلة 1330 جنيه. سعر أسمنت الإسكندرية الماكس 1405 جنيه، سعر أسمنت العامرية 1370 جنيه، سعر أسمنت البرج 1400 جنيه ل 1405، سعر أسمنت تايتان 1330 جنيه. أما أسعار الأسمنت الأبيض فيها كالتالي: سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه للطن، سعر أسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه إلى 2550 جنيه، سعر أسمنت سوبر رويال 2500 جنيه، سعر أسمنت رويال العادة 2500 جنيه إلى 2550 جنيه، سعر أسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه. أسعار الأسمنت المخلوط فهي كالتالي: سعر أسمنت الواحة 1060 جنيه، سعر أسمنت العمران 888 ب 990 ل 995 جنيه. أسعار الأسمنت المقاوم: سعر أسمنت قاهر البحار 1365، سعر أسمنت السويس سي ووتر 1365، سعر أسمنت السويدي المقاوم 1380. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 1 يوليو 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لعمل بلايك. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.